اتهمني الباجي قايد سبسي ضمن التصريح الذي بثته موزايك منذ 3 أيام بأنني مريض وبأنني قليل الحياء وهددني بمحاكمتي. أنا أذكر أن رجل في عمر جدي رحمه الله كان من المفروض أن يعلمنا أسلوبا به تحذرا في الحوار السياسي وليس هذا الأسلوب السخيف. ثانيا أوضح لقايد السبسي أنني صرحت بأن أرشيف قصر قرطاج الخاص بعلاقة نظام بن علي بإسرائيل أنما وقع إتلافه في عهد حكومة غنوشي وليس حكومة قايد السبسي، وذلك لا يعني أن قايد السبسي بريء من التصدي للمحاسبة، فحكومته ضارعة في فرار السيد العقربي وهذا ثابت، وحكومته مارست التعذيب ضد التونسيين وستة ماي الأسود وغيرها من الوقائع شاهد على ذلك، وقايد السبسي سمح لقيادات وأعوان البوليس السياسي المعروفين لدينا تماما في عهد بن علي بأن يرتعوا زمن حكومة السبسي في الإدارة والأحداث مثل ما يشاءون، ولا شك أنهم أتلفوا عديد الوثائق وقد رأيتهم بأم عيني، نعم رأيتهم بأم عيني يقودون القمع في أحداث الجثبة 3. إذا كان قايد السبسي يعتبر حبي لتونس ودفاعي عن الثورة جنونا فأنا فخور بهذا الجنون، وبالنسبة لتهديد من طرفه بمحاكمتي فأنا أذكره بأن نظامكم يا السبسي سبق أن حكمني في 2007 وزنزاناتكم التي قضيت بها 8 أشهر تعرف صمودي وأنني لا أخافكم، وأذكر قايد السبسي بأنه بتاريخ 17 شوان 2009 حين صرح هو بصحيفة شروق مدافع عن بن علي كنت أنا محاصرا من بوليس الدكتاتورية وممنوعا من كل الحقوق، ومع ذلك لم أرضخ ولن أرضخ مع حياتي حزب الدستور جلاد الشعب.